كما نشاهد الآن المياه دخلت منازل المواطنين. الوضع في دهوك صعب جدا إذا استمر هطول الأمطار. السيول اجتاحت العديد من المنازل وغمرتها بالمياه. السيول شديدة القوة وكميات المياه كبيرة جدا. كانت في هذه المنطقة العديد من فرق الإنقاذ لحماية أرواح المواطنين، ولحسن الحظ لم تقع هنا خسائر بشرية، لكن في مناطق أخرى توفي شخصان بعد أن جرفتهم السيول. ان شاء الله خدي ابو سهل كان ان شاء الله خدي اوري كار بيتن ساكنه ما شاء الله ريك جنينا نا ريك مينا امبتشين اما ريك اما هندي نيبا كسارم بسر اوور هندي نيبا كسارم ناويز بيتن سروكي خودی بنو وای هوار